فأصوي بيتوم فجأة بدأنا نطلق النار على السوريين من 3 أو 4 اتجاهات مختلفة. وعندما أطلق النار توقف السوريون، تمكن بعضهم من الالتفاف حول كفر نفاخ، لكننا هزمناهم هنا. وهنا دارت المعركة التي استمرت حتى وقت متأخر من ليلة 7 من أكتوبر. نجح الإسرائيليون في إيقاف الهجوم السوري، لكن بعد أن دفعوا ثمناً باهظاً من الأرواح والدبابات. كان على رأس قائمة الخسائر العقيد إسحاق بن شحام، قائد اللواء المدرع 188، الذي قتل مع نائبه وضابط عملياته. بعد الإخفاق في الاستيلاء على مقر القيادة الإسرائيلية في كفر نفخ وفي مركز القيادة بدمشق، بدأ الرئيس الأسد يفقد أعصابه. في أحد المواقف أن لواء تلقى أمر بتطوير الهجوم، من ما عرفت من الموقف من القائد والحق طلب مني أن يؤجل الهجوم بدلا من الساعة، إن هذا الساعة 6 صباحا تبدأ الهجوم، قال خليني أؤجل الهجوم الساعة 10. أنا نقلت رغبة القائد اللواء إلى الرئيس، فخاطب الرئيس قال يجب أن يبدأ الساعة 6 كما أو فليترك اللواء ويستلم اللواء فلان نائبه. أنا بدأت يعني أحاول أن ألطف الجو، فأعدت اقتراحي، قلت له يعني لا فرق كتير بين الساعة 6 والساعة 10، الفرق أنه بدروح فيها شيء 2000 قتيل زيادة يعني من جنودنا، فرجاء أنه توافق على الساعة 10. فازداد غضبا وضرب بيده على الطاولة. لم يكن أمام الأسد الذي واجه سلسلة من الإخفاقات سوى إعادة تطبيق نفس الاستراتيجية التي فشلت من قبل. في محاولة يائسة تم الدفع بفرقتين مدرعتين مؤلفتين من 500 دبابة من النسق الثاني لتعويض الخسائر. وقفنا هناك وكنا نطلق النار مثل المجانين، وكنت ضمن هؤلاء، كنت أصوب على الدبابات المتوجهة نحونا، أصبت الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أصبت نحو 20 أو 25 دبابة، وكل واحد من قواتنا صوب وسدد مرة وثانية وثالثة. في شمال الجولان وفي مكان عرف فيما بعد بوادي الدموع، وبحلول نهاية اليوم الرابع للحرب، كان الإسرائيليون قد دمروا مئات الدبابات السورية. حل المصير ذاته بالفرقة السورية الأولى المدرعة خلال محاولاتها المتكررة للاستيلاء على كفر نفخ. أعتقد اليوم أننا لو عدنا 40 سنة للوراء ونظرنا إلى معركة كفر نفخ فقط حينما قررت الفرقة الأولى المدرعة الانسحاب وعدم إكمال مهمتها في الوصول إلى وادي الأردن، كانت تلك هي النقطة الحاسمة في معركة الدفاع عن الجولان. منح كل من أفيغدور كحلاني وتسفيكا غرينغولد ميدالية البطولة، أعلى وسام عسكري في إسرائيل. إلا أن الانتصار الإسرائيلي لم يتحقق بفعل الشجاعة وحدها. هناك دبابة تتفوق عن دبابة، تستطيع دبابة إسرائيلية واحدة أن تدمر 20 دبابة سورية مقابلها، لأن إذا كان هناك دبابة يطال مدفعها 2000 متر ويصيب ويدمر، ومقابلها 50 دبابة لا يطال مدفعها 1500 متر، فتستطيع يعني بكل بساطة، معادلة بسيطة، أن تقف الدبابات الإسرائيلية على 2000 متر وتدمر دبابة واحدة كل الدبابات التي لا تصل قذائفها إليها بدقة. الموضوع تفوق تقني فقط وليس مهارة في القتال. أنا لا يمكن أن أنكر مسالة الضباط السوريين والجنود السوريين، إنما مع الأسف إسرائيل متفوقة بالدبابات.